البنك المركزي هو اللي يحدد سعر الفائدة. والبنك المركزي بالنسبة للمصارف دولة بالنسبة لقروضهم ما يسووها إذا ما يأخذون موافقته، يعني نفترض أنه هو محددها لكن مع ذلك نفترض أنه يخلي سائد القرض نفترض 5%. نعم. فإذن للبنك المركزي يأخذ موافقة يلا يعلن، يعني ماكو اجتهادات إذا مو موافقة البنك المركزي. اي، وحتى يا ابني الموافق الفائدة مالت الكمبيالات ومالت خصم الكمبيالات، يعني مثلا يسموها الخصم وإعادة الخصم. نعم. يعني انت اليوم عندك كمبيالة علي فأنا أبيعها لشخص تصير من افترض باسم المخرج. نعم. فأنت ذاك الوقت تعيد الخصم مالتها تاخذ عليها همين اكو سعر وعموله. هاي كلها تتحدد من خلال البنك المركزي. طيب دكتوره نتكلم عن اي نعم تقفها المرجعيه، يعني نقول المرجعيه مالتها هو البنك المركزي اللي يسموه بالاقتصاد بنك البنوك.